Allô? 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 أنا دكتور، صباح معايا الخير. صباح النور. طبعا في هذا اليوم سنبدأ بمفهوم جديد حول الدبل انتجرال، ومن ثم لاحقا التريبل انتيجرال. الدبل انتيجرال هي تعميم، قبل ما نجهز الامور، هي تعميم فكرة المساحة. المساحة كانت تيجي من function of one variable، يعني كنا نقول y تساوي x تربيع، وبدي المساحة تحت بالفترة من 2 ل 4، فكنا نسوي مجاميع ريمان و و و وبعدين كنا نسوي ايش؟ التقريب للمساحة، المساحة الطول بالعرض. هلا صار عندنا أفكار جديدة تتعلق بال كتلة، تتعلق بالحجم، شغلات كثيرة هاي، فبدها مفهوم جديد للدبل انتجرال. فعندنا مفهوم الدبل انت شو اسمه الدبل صم. لمية واحد كنت تحتاجه صم عادي، صميشن اي اي، هيا زي ما قلت. راح ننطلق من تكامل عادي الى تكامل مجوز دي اكس دي واي تنتين، طبعا هون برضو تنتين، وهون منطقة باكس واي. هون التريبل انتجرال دي اكس واحدة دي واي تنتين دي زد ثلاثة، وهون ثلاث تكاملات. طبعا ما يفهم انه لما نيجي نكامل بالنسبة لاكس بعتبر الواي ثابت، بتخيل انه الواي ثابت. هون لما تخيل الاكس تكامل بالنسبه للاكس، بتخيل انه الواي والزد ثوابت، ثم بكامل بالنسبه للواي معتبرا الزد ثابت. راح نجيها بالطريق ان شاء الله. هاي سيجما نوتيشن، هاي تتعلق بمين؟ بالتكامل واحد. هاي عندي دبل سيجما تتعلق بالتكامل المجوز، مثلا اثنين قوة اي خمسة قوة جي بدنا نجمعها. بقول لك سهل جدا انك تثبت ان المجموع هذا يساوي المجموع للمجموع. هذه العماوي سمحنا لك يا هديل، لسه ما صارت 5 دقائق. طبعا هاي الاثبات انه تكميوتس تقدر تبدلهم. هون ممكن تضرب الكل بثابت وتطلع برا، هاي الخواص هاي راح تنعكس على خواص الدبل انتجرال، انه تكامل اثنين اف اوف اكس واي يساوي اثنين طلعها برا في تكامل اف اكس واي. هاي راح تجينا من خواص التكامل لاحقا، وهاي ايضا راح تجينا تنعكس على خواص التكامل اف اوف اكس واي
زائد جي اكس واي يساوي التكامل الاول زائد تكامل الثاني، وهاي اثبات لها طبعا. وفي واحدة بالثلاثية بس مش وقتها هسه. بنيجي للدبل انتجرال اوفر ريكتانجل، هون الريجن محترمة مستطيل عادي، طبعا متوازي الاضلاع مزعج، لا تفكروا المستطيل زي المتوازي، لا، اذا بدك تكامل على متوازي فقد تحتاج الى انك تقسمه الى ثلاث مناطق، اما المستطيل لانه بوازي المحاور فبتقدر تكامله مرة واحدة. اي اف اكس واي دي اكس واي على منطقة ار اللي هي ايش؟ منطقة التكامل اللي هي ارض بتاعتك مستطيلة الشكل. طبعا كما اخذنا في 101 بناخذ بارتيشن، وبناخذ الابر بارتيشن واللور بارتيشن، وبندور على عدد ماله اقل من كل الابر بارتيشنز واكبر من كل اللور بارتيشن. هذا العدد الوحيد الذي يحقق الخاصيه هاي بنسميه قيمه التكامل. هذا في مين؟ ب 101. ب 102 ب 201 بنعمم الفكره هاي لفانكشن اوف تو فاريبلز. العدد الوحيد الذي يفوق كل اللور سم وأوطى من كل الأبرصم بنسميه قيمة التكامل المجوز. وطبعا حتى نسويه أو نجده شو بنسوي؟ بسوي بارتيشن على الدومين الإكس وبارتيشن على دومين الواي، وبنسوي كروس بتاعهم. يعني هون عندي 10 بارتيشن وهون عندي 5، في 10 في 5 بيطلع عندك 50 تشقيفة. زي ما انتم شايفين عندك حوالي 50 مستطيل صغير. مستطيل ما بقول مربع، لأنه الدلتا إكس غير عن الدلتا واي. هاي شايفين الدلتا واي مرة كبيرة مرة صغيرة وهكذا، وأيضا الدلتا إكس برضو مرة كبيرة ومرة إيش صغيرة. الريكتانجل هذا الوسطاني اللي دلتا اكس اي ودلتا واي جي، هاي بسموه ار اي جي. النورم للبارتيشن اللي هو اكبر قطر، اكبر قطر للمستطيلات دياجونال. هاي مثلا عندنا من 1 إلى 4 قسمناهم لكم قسم لثلاث أقسام، ومن 1 إلى 3 قسمت إلى قسمين، والقسمين مش قد بعض، فطلع عندي مستطيل 2 3 4 5 6 وهكذا، 6 مستطيلات عندي نتيجة التجزئة هاي. طبعا بدك النورم، النورم هو أكبر قطر زي ما انت شايفين، هو قطر هاي اللي هي جذر 1 زائد من 3 إلى 3.5 1.5 تربيع، وطلع الجواب هذا القطر أكبر قطر. طبعا فكرة الأبرسم هو تأخذ الماكسيمم، الابر سم متعلق بالماكسيمم، اللور سم متعلق بمين؟ بالمينيمم. الام الصغيره مينيمم والام الكبيره ماكسيمم. ماكسيمم لمين؟ لقيمه الاقتران على الريجن ار 1 1.
الريجن ار 1 وين الفانكشن؟ هاي الفانكشن x زائد y ناقص 2، اجمع السين والصاد واطرح منهم 2. فبدك الماكسيمم لاكس واي على المنطقة هاي مثلا على ار 1 1، اكس زائد واي تاخذ ماكسيمم. الاكس وين الماكسيمم؟ على اليمين خالص. الواي وين ماكسيمم؟ لفوق خالص. اذا عند القرنة هاي، القرنة هاي اللي هي 2.3 انصاف، اجمع 2.3 انصاف ناقص 2 بيطلع 3 انصاب، وهكذا وكملهم. اذا لما اقول بدي الماكسيمم لاكس زائد واي باخذ القرنه اللي على اليمين وفوق خالص، بحسب قيمه الاقتران وبطرح منه ايش؟ 2. طبعا هذا الكلام شباب هذا يعتمد على الاقتران، مش كلهم بنفس الطريقه، لا. إذا بدك المينيمم للدالة هاي x زائد y ناقص 2، وين المينيمم؟ حيث يكون ال x مينيمم وال y مينيمم. طبعا هاي لأنها اقتران خطي. ال x مثلا بدي أدرسه على r 2 1، وين المينيمم؟ على اليسار. وين المينيمم في ال y؟ لتحت خالص. إذا بدي أدرسه عند r 2 1 بدي أدرس قيمة الاقتران عند النقطة 2.1. شايفين النقطة هاي؟ مثلا عند R2 2.3 المينيمم على الخالص على اليسار، والواي المينيمم وين؟ تحت. إذا وين وصلنا؟ على الزاوية هاي. هاي هي قيمة المينيمم عند إيش؟ على R2.3، وهكذا وبكملهم. فايوه بحسب لك الابر سم وبحسب لك اللور سم، ايوه، وبطلع قيمه تقريبيه لايش؟ للتكامل المجوز. طبعا الفوليوم اوف تي، اذا في عندك مجسم الفوليوم بتاعه هي اف اوف اكس واي الارتفاع في دي اكس دي واي اللي هو مساحة القاعدة. وهاي خلينا نشوفه مرة ثانية، هيا هاي اف اكس واي، هاي الماكسيمم الها وهاي المينيمم الها في مساحة الأرضية دي اكس دي واي. هاي قيمة الفوليوم. هلا إذا كانت الاف اكس واي تساوي 1 بصفي عندي ايش؟ الاريا لمنطقة التكامل. فالاريا هي حالة خاصة من الدبل انتجرال بوضع اف اكس واي تساوي 1. هاي بقول لي كيف بدي احسب الهاي؟ سم كومبيوتيشنز. طبعا في حالة ما الالفا تكون ثابت ممكن تطلع برا وبتصفي لمين؟ تكامل دي اكس دي واي على ار اللي هي الاريا تحت الار. فلو كانت الار مستطيل لكانت الاريا الطول في العرض، يعني بي ناقص اي ضرب دي ناقص سي. وتنساش انه الالفا طلعناها برا، هيا الفا
بي ناقص اي في دي ناقص سي. evaluate التكامل y ناقص 2x dx dy على r، والr x بين 1 و 2 والy بين 3 و 5. خلي بالك لا زال الكتاب ماشي الحيط الحيط، لانه لاحظ الr هون معطيني اياها مستطيل، الx عفتره والy عفتره، يعني بعطيك ايش مستطيل. سوري التصوير عندي مش واضح بس مقروء. هاي الريجن لما تكون مطعوجة، هاي الأوميجا شايفينها مطعوجة مش مستطيل، فهلا بده هو يدلك كيف بتكامل على منطقة مطعوجة. بيقول لك ممكن نحطها دي اكس دي واي او بتحطها دي واي دي اكس. طبعا الهدف خلي بالك، الهدف طلع هون هاي دي اكس دي واي، هون دي اكس دي واي، شو اسمه منطقة التكامل قد تتغير، قد تتغير. خلينا اعطيكم مثال ثاني وأوضح. evaluate the double integral by repeated integral، هاي واحدة. طبعا لما بدي أكامل fxy dx dy وبحط حدود التكامل الأولى الواي من function of x إلى function of x، والإكس برانية خالص من ثابت إلى ثابت، هون بكامل بالنسبة للإكس معتبرا الواي ثابت، معتبر الواي ثابت. يعني افرض اكس واي تكعيب دي اكس، اكس واي تكعيب دي اكس، شو تكاملها؟ الاكس الواي تكعيب ثابت، ما ببلش فيها، بضل عندي اكس دي اكس، تكاملها اكس تربيع على 2، طبعا مضروب في مين؟ في واي تكعيب، ما ببلش فيها، انا اعتبرتها قبل شوي ثابت، ثم بعوض من كذا إلى كذا بصير كلها بدلالة x function of x عادية، أو آسف function of y، لأن ال x بدك تعوض محلها، فبصير كلها بدلالة مين؟ y، بكاملها 2y dy اللي هي y تربيع، وبعوض من ثابت إلى ثابت. طبعا الدبل انتجرال يمثل فوليوم، يمثل فوليوم طبعا اذا كانت الفانكشن مالها نان نيجاتيف، اذا كانت نان نيجاتيف فهو يمثل ايش؟ فوليوم. هاي احسن تعبير طبعا الرسم. هاي الاف اوف اكس واي تمثل الطول، شايفينها قيمة الفانكشن، والارضية دلتا اكس دلتا واي، اذا هي حجم مجسم صغير صغير. عملية الجمع تمثل ايش؟ التكامل هي عملية جمع، اذا بجمع انا الشريط هذا كنت امثلهم بجسمه بمجموعة لوحة تبشير، تجمع التبشور الأول والتبشور الثاني والثالثة والرابعة حتى تخلص على التبشير
يا اما بتتمجمعها صف 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 ثم عمود عمود، او العكس تجمعهم اعمده ثم بتجمعها ايش صفوف. نور الاسلام الزعبي لو ايش متاخره؟ اي غياب عن الامتحان صفر، ما في ميك اب. الكلام للجميع، اي غياب عن الامتحان صفر. حتى لو قال لك الدكتور ادريس في ميك اب، انا بقول لك صفر علامتك، وانا اللي راح احط العلامه واعتمدها. فالمفكر يغيب يبطل غياب. بنيجي للمثال هذا الحلو. هاي المثال بيقول لي احسب المساحة بين واي تساوي اكس تربيع، هاي منحنى، المنحنى الثاني اللي تحت واي تساوي ناقص اكس تربيع، بعدين اكس تساوي 2 واكس تساوي ناقص 2. بدنا نحسب المنطقة المظللة هاي مساحة. طبعا ممكن نغير بالسؤال، نقول والله فوق هاي الأرضية، هاي أرضية عندي وبدي أفتح عليها شو اسمه، هاي منطقة خلينا نقول مية، مية بركة، وبدي أظللها وزد الارتفاع اف اكس واي تساوي x تربيع زائد y تربيع حسب النقطة. هون الظل صفر، x تربيع y تربيع صفر، هون x تربيع y تربيع ايش تاني. فبدي احسب ايش حجم الهواء اللي تحت الظل. يعني ممكن واحد يتفنن بالسؤال. المهم هلا اذا رحت لدي اكس دي واي، دي اكس دي واي ركزوا معي، هاي بدي اخذ ايش في هون، هون شايفينها، سوري عيني شو اسمه. هلا اذا اخذت شكفه صغيره هون، يعني مستطيل دي اكس دي واي محل الحمراء، وحركت الاكس اولا، يعني التكامل كان دي اكس بعدين دي واي. لاحظ الاكس تغير من فين لفين، من المنحنى هذا الى المنحنى هذا، بس مش دائما. اذا اجيت هون الاكس تتغير من ناقص 2 لهاي، اذا اجيت هون الاكس تتغير من هاي ناقص 2 لهاي واحده ثالثه، وهون الاكس تتغير لواحده رابعه. اذا بدك تسويها دي اكس دي واي، وجب عليك انك ايش تقسمها لاربع مناطق. معقدة. اذا بدك اياها دي اكس دي واي، فروح شو سوى هو، سواها دي واي دي اكس، سواها دي واي دي اكس. هلا بطل التكامل على اوميجا، صارت حدود الاوميجا كالتالي: دي واي بده ياخذ هون شكفة دي اكس دي واي، بده يحرك الواي، بحركها من اسفل منطقته الى اعلى منطقته، يعني من واي المنحنى هذا اللي واي تساوي ناقص اكس تربيع حتى واي تساوي قديش؟ اكس تربيع. هيا لاحظ، من واي من ناقص اكس تربيع لوين؟ لاكس تربيع. هل هذا الكلام يسري على كل نقاط المنطقة بتاعتك؟ طبعا. إذا اجيت لهون الواي تبدأ من ناقص اكس تربيع لوين؟ لاكس تربيع، لأنه إذا تغيرت الهاي
وجب انك تقسم المنطقة، ما بصير تكون منطقة واحدة، وكله يتبع نفس القاعدة من ناقص اكس تربيع لوين؟ لاكس تربيع. هلا بعد ما حركت من ناقص اكس تربيع لاكس تربيع بدي اجمع الاكسات. الاكسات هاي اللمنة الطويلة شايفينها؟ هاي بسموها لمنة طويلة، هيها مستطيل يبدأ من تحت تحت وينتهي فوق فوق، مستطيل قليل عرض ولكنه طويل بسموها لمنة. لمنة هاي اللمنة تتحرك، بجمع اللمنة اللي هون واللي هون واللي هون حتى وصل لوين؟ للي هون. اذا الاكس من ناقص 2 لوين؟ الاكس 2. طبعا هون هو الكتاب ماخذ من ناقص 1 لواحد، انا فكرت ناقص 2 2 بس مهم الفرقيه العدد، فبحرك من ناقص 1 1. هلا لما اجي اكامل اكس تربيع ناقص واي دي واي، بكامل بالنسبه للواي معتبرا الاكس ثابت. شو تكامل اكس تربيع؟ اكس تربيع واي، انا معتبر الاكس ثابت والتكامل على واي. ناقص واي دي واي تكاملها واي تربيع 2، بعوض من واي تساوي ناقص اكس تربيع الى واي تساوي اكس تربيع، عوضوا معي اكس تربيع ضرب واي اللي هي اكس تربيع بصير اكس قوة 4 ناقص نص واي تربيع اللي هي اكس تربيع التربيع اكس قوة 4، هاي تعويض على اللي فوق ناقص تعويض اللي تحت، حط محل الواي ناقص اكس تربيع بصير هيك. وبعدين فيك يا نور الاسلام الزعبي، بدي اظلني شو اسمه مشغول معاكي؟ نور الاسلام الزعبي وينها؟ ايه وبعوض، وبالاخير بيطلع عندك ايش؟ فانكشن زي ما انتم شايفين باكس فقط، بكامل وبجمع بيطلع 2 اكس قوة 4 تكامله بالنسبه للاكس، 2 اكس 5 على 5 وبعوض بيطلع قديش؟ 4 5. هاي مين؟ هاي بالنسبه للمساحه. طبعا في بعض الطلاب بقول لك يا استاذ نحسب المساحه هاي وبنضرب في 4، بصير لانه عندك متماثل المنطقه الارضيه متماثله. بس افرض انه هون افرض انه هون في عندك شو اسمه المنطقه مش متماثله، يعني فوق هاي في خيمه زد تساوي اكس زائد واي، الخيمه فوق هاي غير عن هاي، الخيمه هون غير عن هاي، فما بصير نضرب حجم الهواء اللي هون ونضربه في 4 بيطلع حجم الخيمه كامله، غلط. بس كمساحه لانه هدول الاربعه قد بعض فممكن نضرب ايش في 4. هاي مثال اخر بقول لي ايفالويت تكامل اكس واي ناقص واي تكعيب دي اكس دي واي على المنطقه هاي. هلا مين الاسلم ناخذها دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ اذا اخذتها دي اكس دي واي يعني بدون ما تلعب بالاوردر تاع التكامل، دي اكس دي واي، دي اكس تتحرك من ناقص 1 حتى اكس تساوي واي، هذا الكلام ينطبق عليهم كلهم، اذا سليمه ما في اشكال عندي. ثم اللمنه هاي الطويله، شايفين اللمنه الطويله هاي؟ هاي اللمنه طويله بسميها، تتحرك من واي صفر من هون وبضلني اجمع للي فوق للي فوق حتى واي تساوي 1. ايوه
حتى واي سيصور هاي مشتغلها على دي اكس دي واي الكتاب. اذا بدك اياها دي واي دي اكس بصير ولا ما بصير؟ ها واحد جاوبني. اذا بدي اكتبها هاي افرض بدي اكتبها دي واي دي اكس، هل يجوز ولا لا؟ اطلع دي واي دي اكس هون، انا بمشي وين؟ بالارض بتاعتي، ما بطلع على الارض. فالدي واي دي اكس هون الواي تتحرك من الصفر لواي تساوي واحد. هل هذا الكلام سليم كله؟ هون الواي من الصفر للواحد، هون لا. طلع هون الواي تتحرك من مين؟ من الخط المائل للواحد. إذن وجب تعديل المنطقة إلى إيش؟ منطقتين، أجمع منطقتين. المنطقة الأولى بحرر الواي من الصفر للواحد والإكس من الناقص واحد إلى الصفر، هاي منطقة خلي بالك. والمنطقة الثانية هاي اللي منطقة المثلث الصغير، حيث أن الواي تتحرك من إكس إلى واحد والإكس تتحرك من صفر إلى وين؟ إلى واحد. إذن هون الشغلة معقدة. شو مال نور الإسلام الزعبي؟ بعدين معك يا نور. الله وكيل، صرت حوالي 10 مرات مدخلها. في حدا بيقدر يجاوبني؟ مالها نور الإسلام الزعبي؟ شباب؟ اوكي. هاي سؤال ثاني. evaluate x قوة نص ناقص y تربيع على المنطقة اوميجا. لاحظ الاوميجا رسم لك اياها، وهي محصورة بين منحنيين اللي هي y تساوي x تربيع اي واحد، والثاني y تساوي x قوة ربع، منطقة بينهما. هاي بالنسبة لهاي سواء كانت دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، سيان سيان تعطيك نفس التكامل. يعني هون نبص على هاي، لو بدي اخذ دي اكس دي واي، دي اكس من المنحنى الاول الى المنحنى الثاني، بعدين الواي من الصفر ل واي واحد، هاي اذا مشيت دي اكس. إذا مشيت دي واي، دي واي دي اكس، دي واي تمشي من المنحنى الأسفل إلى المنحنى الأعلى، شايفين؟ دي واي من واي تساوي اكس تربيع إلى واي تساوي اكس قوة ربع، ثم الاكس تمشي من صفر إلى قديش؟ إلى واحد. فهاي سيان سواء مشي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس زي بعض. على فكرة المادة مهمة جدا، وما ما بتبين مظبوط الا لما تقعد تحل المسائل. حل مسائل صح، المادة مسبقين الشعب الثانية، ولكن هاي اساسية اساسية. اذا ما حلت لها مسائل كثير ما راح تستوعبها. واذا في عندك اي سؤال او استفسار ممكن تحكي معي على الموبايل، تحكي على الموبايل، او بفضل انك شو اسمه تكتب السؤال على ورقة بيضاء نظيفة، وعساس
اعرف عن ايش بدك تسال. واضح؟ calculate the double integral of the area of the region كذا that lies كذا كذا and x زائد y. بده المنطقة اللي بيناتهم، بده المساحة باستخدام الدبل انتجرال، المساحة بين هاي وهاي. طيب هلا خذ بارتيشن لهم، يعني ارسم مستطيلات هيك، خطوط عمودية شايفين وخطوط افقية. طبعا هدول بتقاطعوا بمين؟ مستطيل صغير هون، مستطيل صغير اللي هو سميناه دي اكس دي واي. الاريا هيا دي اكس دي واي او دي واي دي اس، انت حر. بعض الاحيان مش حر انت، المنطقة هي بتفرض تكامل على دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. هون سيان سيان، مثلا اذا حبيت دي اكس دي واي على الاوميجا، خلينا ناخذ دي اكس دي واي. دي اكس حرك الاكس اولا، تتحرك من هون لهون. هون الاكس قديش بتساوي عندي؟ بحل هاي جذر اي ناقص جذر واي الكل تربيع، هاي الاكس. لا اكس هاي، الاكس هاي شو بتساوي؟ اي ناقص واي. الاكس هاي اي ناقص واي. اذا هيني حطيت حدود تكامل اللي جوا من اكس هاي الى اكس هاي. هلا بصير عندك لامينا لامينا لامينا، بحرك اللامينا من الواي صفر، هون الواي صفر لهون الواي قديش؟ ايه بجمع اللامينا هاي واللامينا هاي واللامينا هاي حتى اخلص على مين؟ على الواي تساوي ايه. هيو بحل لك اياهم. هيو دي واي، هاي دي واي دي اكس، وماخذها انا اخذتها دي اكس دي واي، بس بنفس الطريقه بحسب الواي بدلت الاكس والواي بدلت اكس، بعدين الاكس بحركها من صفر ل اي. على فكرة كأنه حاللها باستخدام الدي اكس دي واي بطريقة ثانية، هيا واضح هاي اسلوبها دي اكس دي واي. فبقول لك سواء حلها دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي، بيحصل عمين على الجواب ثلث اي تربيع، ثلث اي تربيع. جواب بالنسبة للشعبة عندكم، هلا انتم قاعدين بالصف، هلا اذا جمعتكم الصف الأول 10 طلاب، الصف الثاني 5، الصف الثالث 7، قديش مجموع الشعبة؟ 49. ما راح يتغير إذا طبعا فيش غياب، إذا ما في غياب. ممكن نحسبها كالتالي، العمود الأول قديش قاعدين فيه؟ 7 طلاب. العمود الثاني قديش قاعدين فيه؟ يعني بدل ما تجمع أفقي بتجمع مين؟ عمودي. شباب الصوت واضح؟ شباب واضح. صوت واضح؟ دكتور صوت واضح. طيب الحمد لله. سؤال calculate the volume، احسب حجم within the cylinder خلال الاسطوانة، x تربيع y تربيع يساوي b تربيع. احنا حكينا انه الكوادريك سيرفيس اذا فقدت احدى المحاور، لاحظ هون الزد مش موجودة، اذا اسمها اسطوانة، اسمها اسطوانة. لما يجي يقول لك identify يعني هاي شو بتمثل؟ بتقول اسطوانة لأنه فش فيها زد. شو نوع الاسطوانة؟ دائرية، لأنه اكس تربيع زد واي تربيع يساوي بي تربيع، مالها تمثل دائرة. هاي شايفين الأرضية
دائرة وطالعة طلوع فوق، قطعها ايه؟ بلين. هاي بلين اللي قطعها اياه مع بلين ارضي زد ساو صفر، بده الحجم هذا بسموه بالنجارين وج. طيب هلا كيف الحجم هذا؟ خذ ارتفاع، ايوه شايفين، مع ارضيه دي اكس دي واي. هذا الارتفاع شو بيساوي؟ يساوي الزد. الزد تاع مين؟ تاع البلين، مش الزد تاع الاسطوانه. هذا الزد لمين؟ للبلين المايل هذا. يعني ايش زد؟ عباره عن اي تربيع ناقص واي. هاي الزد اي تربيع ناقص واي، وبكامل دي اكس دي واي، والدي اكس دي واي على منطقة جوات الاسطوانة، منطقة جوات الاسطوانة هيها. طبعا 201 حلاوتها بدها خيال، بدها شوية خيال، بدك تتخيل المجسم وتعرف شو اللي بدك اياه. بدي اجمع حجوم، بدي اجمع ماس. طيب هاي في عندنا تكامل، بقول لك احسب كوسان باي اكس تربيع دي اكس دي واي. اها دي اكس دي واي يا ورطه، هاي المنطقه، هاي الاوميجا، كيف بدي اكملها؟ يا لطيف اللطف يا رب. لما اجي سيبك من حدود التكامل، لما اجي بدي اكامل لدي اكس كوسان اكس تربيع، بقدر اكاملها؟ طبعا ما بقدر اكاملها. والله لو اجوا كل قسم الرياضيات باليرموك وبالاردنيه ما كملوها هاي، ما بقدر اكاملها. فشو بقول لي؟ بقول لي في تحايل عليها. شو التحايل؟ بقول لي بدل الدي اكس دي واي الى دي واي دي اكس، لعلها تحل، لعلها تحل. هيا حطيناها دي واي دي اكس. طبعا ما بصير ابدل هون، بتضلها اوميجا اوميجا، بتضل نفس المنطقه، بس حدود التكامل شو بده يصير؟ دي واي هلا الواي بتمشيها من فين لفين؟ من تحت صفر الى واي تساوي اكس. هيا واي من صفر لواي تساوي اكس، ثم بصير اللمنه هاي الطويله بتمشيها من اكس تساوي صفر حتى اكس تساوي واحد، حتى اكس تساوي واحد. هيا طيب بهالكلام هاي هل قدرت اكامل؟ يعني الهدف انا بدلت حدود التكامل دي اكس دي واي الى دي واي دي اكس لعل التكامل ينحل. طيب انحل تشوف. لما اجي اكامل بالنسبة للواي بعتبر الاكس ثابت، اذا كوسان اكس تربيع ما بتخوفني للواي، تكاملها تعتبر ثابت وبضربها في واي، بضربها في واي. طيب عوض الحدود محل الواي، شو صار عندي؟ صارت اكس في كوسان باي اكس تربيع، اكس في كوسان باي اكس تربيع. طيب لما اقول اكس كوسان باي اكس تربيع بالنسبه للاكس بتتكامل ولا احلى منها، لانه مشتقه الزاويه موجوده اكس برا. اذا لاحظوا عمليه السويتش تاع التكامل، سويتش تاع التكامل شو سوى؟ حلل التكامل، حلل التكامل، وبالتالي بقدر احسب ايش؟ الفوليوم. اذا عمليه سويتش التكامل دي اكس دي واي دي واي دي اكس، هناك فائدتين
واحدة منهم مرجوة، ألا وهي بدل ما كامل على أربع مناطق تكامل بكامل مرة واحدة. الفائدة المرجوة الثانية إنه التكامل دي إكس دي واي ما بقدر أكامله، ما بقدر أكامله، ولكن إذا بدلت بأمل بإيش؟ بمشتقة اللي جوا يكون برا. هاي حكينا على البارتيشن، حكينا على هاي. هاي بدي احسب قيمة التكامل، هاي بدائية خلي بالك. لما اجي اكامل بالنسبة للواي بعتبر الاكس ثابت، يعني ما ببلش كوسان اكس قوة خمسة، وي كونسيدر ات كونستانت. هي مش كونستانت، ولكن لما اجي اكامل بالنسبة للواي معتبرا الاكس ثابت، فبصير تكامل واي دي واي واي تربيع على اثنين، وبعوض محل الاكس محل الواي اكس تربيع، فبصير عندي بعد التعويض بصير اكس قوة اربعة كوسان اكس قوة خمسة. هلا لاحظوا بعد التعويض شو صار عندي؟ الدالة ومشتقتها. شو مشتقة اكس خمسة؟ خمسة اكس قوة اربعة. هيا سهلة، سهلة للتكامل، وبكمل الجواب. وهاي زي ما قلنا الانر بارتيشن والاوتر بارتيشن، زي ما قلت. وهاي اللي اعطتك اياه قبل شوي، واي تساوي اكس تربيع، واي تساوي ناقص على اكس تربيع. لاحظ اذا بدك التكامل دي اكس دي واي لازم اربع تكاملات ومعقده، واضح؟ اما اذا بدك تكامل دي واي دي اكس فتكامل واحد وحلينا المساله، كانت سهله. هاي سولف ساين اكس تكعيب دي اكس دي واي، الاكس تتحرك من جذر الواي الى ثلاثة، والهاي واي من صفر لتسعة. هون لاحظ انه ما اعطاني منطقة التكامل، انت المخول انك تحسب منطقة التكامل من حدود التكامل، من حدود التكامل. فشو بسوي انا؟ باخذ مستطيل صغير، هيو دي اكس دي واي، دي اكس دي واي مستطيل صغير، الاكس تتحرك من جذر الواي الى ثلاثة. هاي الاكس من جذر الواي لاكس تساوي ثلاث، اعطتني اللمنة هاي، اكس تساوي جذر الواي اللي هي واي تساوي اكس تربيع، هيا نفسها لاكس تساوي ثلاث، اي الخط. ثم على اللمنة هاي بحرك الواي من صفر الى تسعة، هاي اللمنة الطويلة بمشيها من واي صفر الأرضية، وبضلني ماشي ماشي حتى واي تساوي ديش تسعة، فطلعت المنطقة هاي، هاي منطقة التكامل. هاي مهمة جدا انك تعرف من حدود التكامل تطلع منطقة التكامل. طيب هلا بعد اطلع منطقة التكامل انا ما بتفيدني دي اكس دي واي، لاني ما بعرف اكامل ساين اكس تكعيب دي اكس، لكن لو كانت دي واي دي اكس بتأمل منها. اذا بدي ابدلها بدي واي دي اكس، يعني بحرك الواي من الصفر لوين؟ لمعادلة المنحنى هذا. قديش الواي بتاعته؟ اكس تربيع، اللي هي نفسها اكس تساوي جذر الواي، بس حليتها لواي. هيا ثم اللمنة الطويلة هاي بمشيها من الصفر حتى اكس تساوي دي ثلاثة. هيا حتى ثلاثة، هيا
لاحظ أول تكامل طلعت معي إيش؟ إكس تربيع صان إكس تكعيب. مشتقة الإكس تكعيب هيها برا بتقول لك تعال أهلا وسهلا. فهاي ذكاء الطالب أنك تحول دي إكس دي واي إلى دي واي دي إكس أو العكس. واضح وبكامل. طبعا التكامل ما لم يكن يقول لك حجم لا تفترض انه بده يطلع موجب، يعني ممكن يطلع الجواب سالب وحر حر. بس اذا قال لي فوليوم ما بصير اطلعه سالب، ما بصير اطلعه سالب. اي سؤال شباب؟ طبعا الحصة القادمة ما بدي اطبخها طبخ هلا، راح نخش في شو اسمه بالدبل انتجرال ان بولر كوردينتس، ان دبل انتجرال ان بولر كوردينتس، محل الاكس تربيع زائد واي تربيع بنحط ار تربيع. هاي موضوع الحصة القادمة. هذا سؤال امتحان كان جاي بقول لك أوجد المساحة بين هذه المنحنيات. للمنحنى الأول واي تربيع يساوي 4 ناقص 4 إكس، هذا المنحنى الجواني، والمنحنى البراني واي تربيع يساوي 4 ناقص إكس، بده المساحة بينهما. طبعا المساحة بينهما أنت حر، يعني ما بسميها دي إكس دي واي أو دي واي دي إكس. فدي اكس دي واي بتعطيك تكامل واحد، الاكس تتحرك من المنحنى الجواني، هيو طلع الاكس هيا واحد ناقص ربع واي تربيع، وهون طلع الاكس بالمنحنى الثاني واي تربيع ناقص اربعة، هيو بعدين الواي تتحرك من ناقص اثنين لاثنين، وبكامل بطلع عندي ايش الجواب. هاي مثلا ساين واي على واي، سؤال سبعة في بالكتاب، كأنه ساين واي على واي على المنطقة هاي دي واي دي اكس. هلا لاحظ هون دي واي سان واي على واي ما بقدر اكاملها، ما بقدر اكاملها، فشو بسوي؟ دغري بسويها دي اكس دي واي. دي اكس دي واي بتضل منطقة التكامل. كيف منطقة التكامل؟ اعطاني حدود التكامل، من حدود التكامل برسم المنطقة. الواي من اكس الى واي تساوي باي، هاي الواي تساوي باي، خط مستقيم افقي. واي تساوي اكس، هاي الخط مايل. بعدين الاكس من صفر لاكس تساوي باي، بعطيني المثلث هاي. هلا هذا المثلث بغير وجهة الحركة بتاعتي، بدل دي واي دي اكس، دي اكس دي واي. الاكس تتحرك من الصفر الى واي، اكس تساوي واي، ايها بعدين الواي تتحرك اللمنة هاي شايفينها العريضة هاي، بحركها من ايش؟ من واي تساوي صفر حتى واي تساوي باي. تنشوف هلا هاي بقدر اكاملها ولا لا؟ الجواب نعم. ساين واي على واي دي اكس سهلة جدا، لأن الواي هاي تعتبر ثابت، كل اسمها لسان واي على واي بتنضرب بإكس بس هي، وبعوض حدود التكامل اللي هم صفر واي، وبطلع عند الجواب ساين واي دي واي من صفر إلى باي، والتكامل سو إيزي. هاي التكامل اثنين طلع قيمة التكامل. فبعض الأحيان يعني كون صاحي لما تشوف الشغلة ما بتتكامل
معناته بدك تسوي سويتش، ومش تسوي سويتش يعني تبدل هدول بهدول، لا اوعك، لازم ترسم وتبدل مع الرسم، مع الرسم هذا. اذا بدك تجيب علامة كويسة، بدك تجيب علامة كويسة سوي اللي بدك اياه وريح راسك. في اي تعليق شباب او بنات؟ رجاء في اي سؤال؟ الحصة القادمة ان شاء الله على البولر سيستم، الدبل انتجرال في البولر مهمة جدا. ما لم بعض الطلاب يحطوا لي أسئلة نشغل الحصة فيها، يعني الأولوية للامتحان بتاعكو. إذا في عندكو أسئلة فالأولوية للأسئلة بتاعتكو. واضح شباب؟ شباب يا شباب واضح دكتور. لا ليه ما بتحكون؟ انا بخاف ان الصوت كله على الفاضي يروح، يعني انا عمالي بحرك اعصابي وشادد حالي مع اني مريض. السلام عليك دكتور. لا مش فاضي دكتور، ان شاء الله نجيب علامة كويسة دكتور، نرفع راسك. راح ترفعوا راسي ان شاء الله، ان شاء الله انا هذا اللي بدي اياه. يعني الكويز للاسف ادريس، الدكتور ادريس قال الطلاب تعبانين، ما قدرتش ادافع، ما قدرت ادافع. فان شاء الله تبيض الوجه عاد ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. خلصت الحصه ان شاء الله دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك، وبحاول انزله ان شاء الله على الجسمه. يلا سلام.